السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة من قناة الموريتانية نشرت الأخبار وفي أبرز عناوينها: الوزير الأول يشرف على تدشين العديد من المنشآت التعليمية والصحية بتجمع صبها الله بولاية غورغول. ولاية أدرار تضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات الجارية لاستقبال رئيس الجمهورية. المجلس الأعلى للشباب ينظم ملتقى تحسيسيا لشرح آليات الترشح لجمعيته العامة على مستوى ولايات وأكشوط الثلاثة. أهلا بكم إلى التفاصيل. وجه رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز اليوم برقية التعزية التالية إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. صاحب السمو وأخي العزيز، تلقينا ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح مبارك الصباح، وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم إليكم بخالص عبارات التعزية والمواساة ومن خلالكم إلى الشعب والحكومة الكويتيين، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتقبلوا صاحب السمو وأخي العزيز أسمى آيات التقدير، أخوكم محمد بن عبد العزيز. كما وجه رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز برقية التعزية التالية إلى السيد راؤول كاسترو رئيس جمهورية كوبا. صاحب الفخامة، علمنا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة قائد الثورة الكوبية الرئيس فيدل كاسترو، وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم إليكم باسمي شخصيا ونيابة عن الشعب والحكومة الموريتانية بأخلص التعازي لفخامتكم ومن خلالكم للشعب والحكومة الكوبيين الصديقين. وتقبلوا صاحب الفخامة فائق التقدير محمد بن عبد العزيز. وإلى ولاية غورغول، حيث أشرف الوزير الأول السيد يحيى الحدامين بتجمع صبها الله على تدشين العديد من المنشآت التعليمية والصحية. ويأتي تدشين هذه المنشآت في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تسهيل ولوج سكان هذه المناطق للخدمات الاجتماعية القاعدية. منطقة صبهلة ببلدية فوملقليتة بولاية غورغول تعيش اليوم مرحلة تحول هام في المجال الخدمي بإشراف الوزير الأول السيد يحيى الحدامين على تدشين عدة منشآت حكومية تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز نهاية 2015 عند إنشاء تجمع صبهلة. الوزير الأول وعند أصوله كان في استقباله وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي السيدة آمال مت مولود هنا المدرسة الابتدائية المجهزة من قبل قطاع الإسكان. تشتمل هذه المدرسة على 8 فصول دراسية ومبان إدارية ومرافق عمومية. في عين المكان تلقى السيد الوزير الأول شروحا وافية عن الخصائص الفنية التي اتبعت في إنشاء هذه المدرسة. بعد ذلك دشن السيد الوزير الأول المجمع الإسلامي بتجمع صبهلة، ويضم المجمع جامعا وسكنا للإمام ومحضرة لتدريس القرآن. وقد أشرفت على متابعة هذه الأشغال الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة المشاريع، ونفذت الأشغال من قبل قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي. السيد الوزير الأول أشرف على تدشين المركز الصحي بتجمع صبهلة، حيث يضم المركز جناحا للولادة وغرفا للحجز ويصنف من الفئة باء. من صبهلة إلى مبود القديمة، حيث أشرف السيد الوزير الأول على تدشين إعدادية متكاملة تضم 8 فصول ومرافق ومكاتب إدارية، إضافة إلى مختبر للطلاب. وقد بلغت التكلفة زهاء 90 مليون من الأوقية بتنفيذ من الوكالة الوطنية التضامن. وفي نفس المدينة دشن الوزير الأول مدرسة ابتدائية مكتملة شيدت من قبل وكالة التضامن. الوزير الأول وفي نهاية أنشطته تابع عرضا مفصلا حول أهداف البرنامج الوطني التكافل للتحويلات الاجتماعية الذي يستهدف 100,000 أسرة فقيرة، منها أكثر من 5,000 أسرة في مقاطعة بود وحدها. وقد حرصت السلطات العمومية في الآونة الأخيرة على وضع استراتيجية للحد من التقري العشوائي تمثلت في تجميع القرى، وباشرت الدولة في إنشاء عدد من التجمعات ووفرت فيها الخدمات الأساسية
كما ساهمت هذه الجهود في ترشيد وعقلنة موارد الدولة. ويعتبر تجمع أفجار في ولاية غورغول مثالا حيا لهذه السياسة. نتابع الورقة التالية فيما يلي. في إطار سياسة التجميع التي وضعتها السلطات العليا في البلد كخيار أمثل لضمان توفير حياة أفضل للمواطنين وترشيد وعقلنة تسيير موارد الدولة، يدخل إنشاء تجمع قرى أفجار الذي وضع حجره الأساس رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز في 27 أبريل 2015. ويقع هذا التجمع على بعد 30 كيلومترا شمال شرقي منقل، ويتكون من 10 قرى عبرت عن رغبتها في التجمع، ووقع ممثلوها اتفاقا بحضور السلطات الإدارية والوكالة الوطنية التضامن. وقد باشرت هذه الأخيرة تشييد المنشآت الخدمية التي تمثلت في إنشاء مدرسة ابتدائية مكتملة ونقطة صحية ومسجد ومحضرة وسوق محلي وشبكة عصرية لتوفير المياه. وتقدر ساكنة أفجار الجديد 4000 نسمة بعد التحاق 4 قرى أخرى، ليصل عددها 14 قرية في هذا التجمع. شاكرين لعبد العزيز، شاكرين، وحتى جاونا المدارس وجاونا تقييد وجاونا اللحم وجاونا مبور وفور مبور، حتى موليني اللي نحن 10 قريات رأينا كامل الحمد لله إدنا في التجمع. ما شاء الله تجمع زي ولا عبد العزيز اللي يجازيه ويكافيه، مبرانا طب وعندنا محضرة وأدنا الحمد لله شاشرتنا يقرأ وحيانا وأدنا الحمد لله تعلم معلمين ما شاء الله. وقد توافد سكان القرى إلى تجمع أفجار الذي أصبح الحاضنة العصرية لتوفره على الخدمات الأساسية. محور تجمع أفجار زينا عندنا مستفادين، حتى جاءوا الشاشرة ما يعرفوا ليه أدوا ما شاء الله مدمك شيء، وأدوا في الفاتحة وأدوا في السبيح مستفادين من حتى نظروا التم اللي متابع. شاكروا لأبد العزيز، شاكروا حتى إليه المقدرين. كنت نقرأ مدرسة المحيصر، جيت المجمع تنقرأ مدرسة المجمع، وزيان عندي نقل المدرسة والمحاورة. كنت نقرأ تشالان كله وتحولت مجمع تفجع، وزيان عندي المدرسة وتنقرأ فيها. تجميع القرى سياسة تبنتها السلطات العمومية للقضاء على التقري العشوائي الذي شتت جهود الدولة في السابق، وكان حجر عثرة في وجه التقدم والنماء. وإلى ولاية الشيري، حيث أدت وزيرة البيطرة صباح اليوم بمركز ابن الشهاب الإداري زيارة للمزرعة النموذجية لتحسين السلالات الوراثية للأغنام التي تم إنجازها هذه السنة على نفقات الموارد الذاتية للدولة. كما تفقدت السيدة الوزيرة مشروع تثبيت الرمال داخل الحظيرة. يدخل إنجاز المزرعة النموذجية لتحسين سلالات الأغنام في بن الشهاب بولاية إنشيري في إطار الجهود المبذولة من قبل قطاع البيطرة من أجل تطوير أساليب الإنتاج الحيواني وزيادته كما وكيفا. وفي هذا السياق تمت إقامة مزارع نموذجية للتحسين الوراثي لسلالات الأبقار والتي أحرزت نتائج إيجابية وشجعت على إقامة مزارع أخرى. وفي هذا السياق تتنزل الزيارة التي أدتها اليوم السيدة فاطمة فار بنت الصوينع وزيرة البيطرة لمزرعة ابن الشهاب، وهي فرصة سانحة استغلتها الوزيرة للتجوال في مختلف أجنحة المزرعة، بدءا بفضاء البيئة الذي أقيم داخل الحظيرة من أجل مكافحة التصحر، مع إدخال عينات أخرى من الأشجار والنباتات قادرة على التأقلم مع المناخ الصحراوي لبلدية ابن الشهاب. هنا استفسرت الوزيرة العاملين حول طرق سقي هذه الأشجار. كما زارت الوزيرة مستودع المواد الغذائية المقدمة لتغذية الأغنام، وتلقت الوزيرة في عين المكان داخل المزرعة شروحا مفصلة حول جاهزية هذه المزرعة والنتائج التي حققتها حتى الآن. هذه الزيارة اليوم اللي قمنا بها المركز بن الشهاب الإداري بصحبة السلطات الإدارية والأمنية، وهي زيارة قمنا بها لهذه المزرعة المشتريات الصغيرة اللي تعتبر مزرعة نموذجية الأولى من نوعها في البلد في مجال التحسين الوراثي لدى الأغنام والضأن، بعد لأن انطلق البرنامج اللي قالوا تحسين الوراثي واللي شهد نجاح كبير على مستوى الأبقار. اليوم دخلنا نموذج جديد من المواشي من أجل تفعيل سياسة الدولة في إطار التربية المكثفة واللي توليها السلطات العمومية اهتمام خاص، واللي فيها برامج ناجحة واللي دائما تتابع بتعليمات سامية من فخامة رئيس الجمهورية. وعليه فإن هذه المزرعة اليوم صبحت جاهزة لتزاوج
بين سلالات محلية وسلالات أجنبية ذات إنتاجية وصفات وراثية عالية، ومن اليوم ندعو جميع المنمين في مركز بن الشاب الإداري في ولاية نشيري وفي غيرها المهتمين بهذا النوع من التجارب، لأن الإنتاجية التي تتحول من إنتاجية متوسطة شهر إنتاجية عالية، وبالتالي المزرعة اليوم مفتوحة للمنمين. هذا ونشول أن وزيرة البيطرة صحبة والي ولاية نشيري والسلطات الإدارية والبلدية بمقاطعة جوجة المركزية تفقدت كذلك الولادات الجديدة من الأغنام، الأمر الذي يؤكد نجاح البرنامج الوطني للتحسين الوراثي الذي ينفذه القطاع منذ سنوات والذي سيتم تعميمه على المستوى الوطني. وإلى ولاية قديماغا، حيث أشرف وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد عبد الله والوداعة أثناء زيارته الأخيرة لولاية قديماغا على تدشين مقر جديد لاتحاد تعاونيات قديماغا للتنمية. وترأس السيد الوزير اجتماعا مع العاملين في هذا الاتحاد أبلغهم فيه تحيات رئيس الجمهورية وحرصه على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وأضاف أن استثمار جالية قديماغا في المجال التنموي للولاية يعد إنجازا مهما لأبناء الولاية، متعهدا بدراسة المشاكل والمطالب التي طرحها المتدخلون في هذا الاجتماع. وهنا بالعاصمة، احتضنت مقاطعة الرياض مساء أمس انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم الدولي لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات، وتتضمن هذه الفعاليات قافلة تحسيسية حول مخاطر العنف الأسري في ولاية العصابة وغورغول، إضافة إلى ورشات تكوينية للفاعلين في مجال محاربة العنف الزوجي. لنعمل على مناهضة العنف ضد النساء والفتيات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تحت هذا الشعار انطلقت بمقاطعة الرياض فعاليات الأنشطة المخلدة لليوم الدولي لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات. ويسعى قطاع الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة من خلال تنظيم هذه التظاهرة إلى تحسيس الرأي العام بضرورة التغلب على المسلكيات الضارة بالمرأة والبنت في مختلف المجالات. يعمل قطاعنا على مقاربة شمولية لمحاربة مختلف أشكال العنف ضد المرأة والبنت وفق منهج استباقي يتخذ من الحل ومعالجة النزاعات الأسرية على طريق الوساطة الاجتماعية أساسا له، ويهدف على نشر الوعي بين صفوف المجتمع بخطورة ممارسة العنف ضد المرأة والبنت مع تبيان الردع الذي توفره الترسانة القانونية، ويعمل بمشاركة مختلف الفاعلين بما في ذلك المجتمع المدني على تبصير المواطنين بالتغيرات الدخيلة على المجتمع والتي أحدثتها العولمة في الحياة العامة. وقد ساهمت هذه المقاربة الشاملة في تراجع بعض أشكال العنف ضد المرأة في الآونة الأخيرة. عمدة بلدية الرياض شكر باسم السكان القائمين على هذا الحفل الذي احتضنته المقاطعة باعتبارها قطعت خطوات هامة نحو التنمية المحلية. الرياض أصبحت ولله الحمد نموذجا في كل المجالات كما اخترنا لها، حيث كان ذلك التزاما من المجلس البلدي الحالي عبر عنه في أول نشاط له، والمتمثل في تنظيم أيام تشاورية مع النساء والشباب تحت عنوان الرياض 2018 نموذجا للتنمية. المتحدثة باسم صندوق الأمم المتحدة للسكان السيدة ساسيل كومباوري زوغرانا أكدت أن تخليد هذه التظاهرة التي تشكل فرصة لإبراز المعوقات التي تواجهها المرأة، خاصة العنف الزوجي الذي تعاني منه بعض النساء في العالم. فعاليات هذا الحفل تميزت بإلقاء محاضرة حول موقف الإسلام من العنف المبني على النوع، كما تخللت سكتشات مسرحية عالجت بعض الممارسات الضارة بالمرأة والفتاة خاصة في المجالات المرتبطة بالحياة الزوجية. نظم المجلس الأعلى للشباب مساء أمس بنواكشوط ملتقى تحسيسيا لشرح آليات الترشح لجمعيته العامة على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث، وقدم أعضاء المكتب شرحا للمعايير التي سيتم على أساسها اختيار المترشحين لأعضاء الجمعية الوطنية للمجلس الأعلى للشباب.
اللقاء التحسيسي الشبابي لشرح آليات الترشح واختيار أعضاء الجمعية العامة، شعار اختاره المجلس الأعلى للشباب لإطلاق حملاته التحسيسية هنا على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث. في مرحلة أولى يسعى المجلس من خلالها إلى شرح وتحديد آليات الترشح لأعضاء جمعيته العامة. تعتبر الجمعية العامة أكبر إطار شبابي تمثيلا في المجلس الأعلى للشباب، وستمكن الشباب الموريتاني من جميع ولايات الوطن من إسماع صوتهم وإيصال همومهم وتطلعاتهم لبناء موريتانيا بسواعد أبنائها الشباب. اسمحوا لي أن أشكر باسمكم جميعا كل الشباب الذين تقدموا لحد الآن لعضوية هذه الجمعية، وأدعو جميع الشباب موريتانيا بكل أطيافه وانتماءاته إلى المشاركة بكثافة في هذه الجمعية. هذه التظاهرة التحسيسية مكنت من عرض الجهود المتواصلة لهذا المجلس منذ تأسيسه من أجل إشراك الشباب الموريتاني في جميع أنحاء الوطن في انتخابات اختيار أعضاء الجمعية العامة. أعضاء المكتب التنفيذي بالمجلس الأعلى للشباب قدموا أمام الحضور شروحاً مفصلة تتعلق بالاستمارات التي تبين طرق المشاركة في هذه الجمعية والمعايير التي على أساسها سيتم اختيار المترشحين لأعضاء الجمعية العامة من جميع ولايات الوطن. من خلال هذه الحملة التحسيسية إذن يسعى المجلس إلى تشكيل إطار جمعوي للشباب الموريتاني يمكنه من إسماع صوته وإيصال همومه للسلطات العليا في البلد. أشرف قائد الأركان الجوية بحقل الرماية العسكرية الواقع قرب الطويلة شمال العاصمة نواكشوط على فعاليات مسابقة الرماية المنظمة من طرف المنطقة العسكرية السادسة ضمن فعاليات تخليد الذكرى 56 لتأسيس القوات المسلحة الوطنية. وقد عرفت هذه التظاهرة مشاركة تشكيلات مختلفة من القوات المسلحة وقوات الأمن. هم حماة العرض والأرض الذائدون عن الحمى والساهرون على الأمن، يضعون اليد على الزناد وهم يحتفون ويحتفلون بالذكرى 56 لعيد القوات المسلحة من خلال التباري في حقل الرماية الواقع على بعد 30 كيلومترا شمال العاصمة. منافسة الرماية العسكرية المنظمة من طرف المنطقة العسكرية السادسة شهدت مشاركة واسعة من مختلف التشكيلات العسكرية البرية والبحرية والجوية، إضافة إلى بقية تشكيلات القوات المسلحة وقوات الأمن من الدرك والحرس والشرطة والتجمع العام لأمن الطرق والجمارك المتواجدة على مستوى ولايات نواكشوط الثلاث، وذلك بمعدل 15 فريقا يتألف كل فريق منها من ضابط وضابط صف وجندي أو وكيل. المنافسات التي أشرف عليها قائد أركان القوات الجوية اللواء محمد الحريطاني تميزت بتنافس إيجابي بين مختلف تشكيلات القوات المسلحة وقوات الأمن المشاركة في هذه الفعاليات، قبل أن يتم الحسم في ختامها لصالح أصحاب المراكز الأولى في الترتيبين الفردي والجماعي. فعلى مستوى الترتيب الجماعي حل فريق كتيبة الصاعقة الثانية ديزيان بيسي في المركز الأول، حيث سلمت له الكأس من طرف قائد أركان القوات الجوية. أما على مستوى الترتيب الفردي فقد حل في المركز الأول النقيب محمد الفروي من كتيبة الصاعقة الثانية، وفي المركز الثاني حل النقيب أيوب للتيس من الأركان الجوية، فيما حل في المركز الثالث الوكيل زعرور من التجمع العام لأمن الطرق JJS. منافسة الرماية العسكرية جرت في ظروف طبعها التنظيم المحكم والأجواء الودية. دخلت التحضيرات على مستوى مدينة أطار مرحلة متقدمة لاستقبال رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز الذي سيبدأ زيارة لولاية أدرار اعتبارا من يوم غد. لمعرفة المزيد عن هذه التحضيرات نتابع الورقة التالية. على سفح الجبل تقع ولاية أدرار في منطقة صخرية في شمال البلاد بين هضاب وسهول ووديان وواحات، صيرت هذه الولاية سياحية بكل المقاييس ووجهة للسياح الأجانب قبل السكان المحليين. تعتمد أدرار اقتصاديا على ما تجود به واحات النخيل من تمور ومشتقاتها، حيث يقدر عدد الواحات هنا بأزيد من 50 واحة
يتوزع فيها ما يربو على 1,200,000 نخلة مثمرة. استفاد منها المواطن العادي من ريع منتوجها السنوي الذي يقدر ب1,000 طن من أنواع التمر. تنمويا حظيت ولاية أدرار بمقاطعاتها الأربع وبمركزين الإداريين التابعين لها وببلدياتها 11 في الفترة الأخيرة باهتمام خاص من لدن السلطات العليا في البلد. تجلى ذلك في عديد المشاريع التنموية والبرامج التي مكنت من تدخل كافة القطاعات الحكومية. الصحة العمومية وتقريب خدماتها من المواطنين ومن سكان الريف خاصة، والتعليم النظامي بجميع مستوياته، والطاقة الكهربائية والشمسية والماء الشروب، كلها مجالات عرفت تطورا ملحوظا انعكس إيجابا على الظروف المعيشية للسكان المحليين، إضافة إلى شبكة عنكبوتية من الطرق المعبدة ربطت أحياء مدينة أطار ببعضها البعض، وامتدت طولا وعرضا بين معظم المقاطعات. ومن أهم الطرق العصرية التي شكلت نقلة نوعية في المجال البنيوي طريق أطار أوشف تجكجا، والطريق الرابط بين أطار شوم وزورات. وفي مجال التجهيز أيضا تتميز ولاية أدرار بوجود مطارين اثنين في مدينة أطار، الأول منهما مدنياً والثاني لتسهيل خدمات النقل الجوي للقيادات والمؤسسات العسكرية المتمركزة في المدينة. ويتطلع سكان هذه الولاية من خلال زيارة رئيس الجمهورية إلى تعزيز كل هذه المنشآت والمشاريع بإنجازات أخرى سيكشف برنامج الزيارة عن محتواها ومدى ملامستها للحياة العادية للمواطنين. كانت لكم ورقة تعريفية بولاية أدرار التي تستعد لاستقبال رئيس الجمهورية والاحتفال بعيد الاستقلال الوطني خلال الأيام المقبلة. في إطار الاستعدادات المخلدة دائما للذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني، تشهد العاصمة الاقتصادية نواذيب تنظيم عدة أنشطة وفعاليات احتفاء بهذا الحدث الوطني الكبير. تفاصيل أكثر عن الموضوع في سياق التقرير التالي. فعاليات مختلفة تشهدها مدينة نواذيب تزامنا مع الاحتفاء بالذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني. وفي هذا الإطار أقامت المنطقة العسكرية الأولى مسابقة في الرماية، شاركت فيها عدة فرق من تشكيلات أمنية مختلفة أبرزت أهمية هذه الرياضة العربية الأصيلة، كما شكلت فرصة للرماة لإبراز مهاراتهم في هذه الرياضة التي مثلت دعامة قوية في نضالات المقاومة الوطنية الباسلة ضد الاستعمار الفرنسي لبلادنا. ولتعميق دلالات ذكرى الاستقلال في الوجدان الوطني وتعزيز روح المواطنة المنتشية بانتصارات المقاومة الوطنية، نظمت الإدارة الجهوية للتهذيب الوطني ندوة تحت عنوان الاستقلال تأسيس وطن وميلاد أمة. إننا نسعى من خلال كل ذلك إلى غرس قيمة المقاومة في بمختلف أوجهها الدينية والثقافية والعسكرية والاجتماعية في أجيالنا الصاعدة، وتسليحهم بقيم المواطنة للاطلاع بدورهم في الاعتزاز بهذا الوطن والارتباط به وحماية مقدساته جيلا بعد جيل. إبراز دور آباء التلاميذ في التعريف بالمقاومة الوطنية كان محور فعالية ثقافية وتوعوية أقيمت من طرف المكتب الجهوي للاتحادية الوطنية لرابطة آباء التلاميذ والطلاب على مستوى ولاية داخلة نواذيب. واستعرضت المداخلات الدور الطلائعي الذي تسهم به مكاتب آباء التلاميذ في العملية التربوية. ناشد كل الآباء والأمهات أن يولوا الجانب الدراسي اهتماماً أكبر لنجاح أبنائهم ومتابعة الأطفال والقيام بالواجبات المنزلية وأخذ ملاحظات المعلم بعين الاعتبار. مظاهر احتفالية متعددة تعبر بجلاء عن التعلق بعيد الحرية والانعتاق والتوقف أمام تاريخ المقاومة الوطنية في ذكرى الاستقلال 56 على مستوى داخلة نواذيب. في نواذيب دائما أعلن أمس عن اختتام أنشطة مشروع ترقية الحق للتنمية الشاملة للمنظمات القاعدية في بلديتين نواذيب وبولانوار. واستهدف هذا المشروع الذي دامت تدخلاته سنتين المساهمة في تطوير أنشطة المنظمات القاعدية في هاتين البلديتين وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين.
وسط مشاركة واسعة من الهيئات والروابط المنتمية للمجتمع المدني بولاية داخلة وادي بو، تم الإعلان عن انتهاء فترة تدخلات مشروع ترقية الحق في التنمية المحلية الشاملة لصالح المنظمات القاعدية في بلديتي وادي بو وبورنوار، والتابع لبرنامج الاتحاد الأوروبي للمجتمع المدني والثقافة. وقد مكنت تدخلات هذا المشروع في هاتين البلديتين من تمويل عشرات المشاريع المدرة للدخل لصالح التعاونيات والتكتلات في عدة مجالات تنموية كزراعة والصيد والمهن الحرة المختلفة. يأتي هذا النشاط في إطار تخريج ذكرى 56 لعيد الاستقلال الوطني، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للمجتمع المدني، وتماشيا مع التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز الذي أرصد دعائم التنمية المستدامة من أجل أن ينعم المواطن بعيشة كريمة. منسق المشروع تحدث عن حصيلة العمل وما ساهم به المشروع في تحسين ظروف ساكنة في بلديتي وادي بو وبورنوار. كان عندنا 60 مستفيد من هذا المشروع اللي هو، واستفادوا كاملين من قريب من 14 تكوين. ما في ذلك واحدين من المصالح الفنية اللي يشتغلوا في الولاية، وواحدين من المستشارين البلديين في بلديات وادي بو وبورنوار، وعشرين من ذيك المستفيدين من المشروع كلهم استفاد من منح مالية قدرها كل واحد منهم 2 مليون. تدخلات ممثلي القطاعات الحكومية وهيئات المجتمع المدني والمستفيدين ثمنت تدخلات مشروع التنمية المحلية في بلديتي وادي بو وبورنوار، والتي مكنت من خلق مشاريع تنموية ساهمت في مكافحة الفقر وتوظيف اليد العاملة المحلية. واختتمت فعاليات الحفل بزيارة معرض لإنتاج التعاونيات والروابط التي استفادت من تدخلات المشروع، وتجول الحضور في أجنحة هذا المعرض الذي عكس جانبا من جوانب إنتاج هذه التعاونيات التي ينتظر أن تواصل عملها بعد أن توفرت على الدعم المالي والتكوين اللازم. 50 للاستقلال الوطنية، وتميز الحفل بتوزيع العديد من الجوائز المالية والشهادات التقديرية على أصحاب المراكز الأولى والشخصيات التي ساهمت في تطوير هذه اللعبة التراثية العريقة في بلادنا. بعد شهر من التنافس الودي بين ما يزيد على 40 لاعبا من لاعبي لعبة ضامت، اختتمت الاتحادية الموريتانية لضامت منافسات الدورة الأولى لكأس الاستقلال في هذه اللعبة التقليدية. مماسي عن هذه الفترة اللي تكاثرت فيها أنواع الألعاب، عنها هي تقد تعود من الألعاب الوطنية العريقة اللي تعمل بدل كثير من هذه الألعاب المستوردة، ويقد ذاك يعود عنده قيمة في مستقبل الشباب الموريتاني. الكأس المختتمة في طبعتها الأولى مكنت المشاركين في منافساتها من إظهار المستوى الرفيع الذي يتمتع به لاعبو هذه الرياضة التراثية. ضامة لعبة تقليدية موريتانية واحدة، ما منافسة فيها حد، معناها الآن ما هي من الألعاب اللي مستوردة، ولا هي من الألعاب اللي فم دولة اللي هي تقول الآنها هي المدرسة. الحفل الختامي شهد تسليم كأس الدورة رفقة جائزة مالية قدرها 400,000 أوقية لقائد فريق الحيط محمد سالم والمختار حسن الحمادي، فيما تسلم لاعب سيد أحمد والمحمد عبد الله جائزة المركز الثاني رفقة غلاف مالي قدره 300,000 أوقية. أما لاعب إبراهيم والعلي زين فقد نال جائزة المركز الثالث وقدرها 100,000 أوقية. الحفل الختامي أيضا تميز بتقديم عدد من الجوائز التشجيعية والشهادات التقديرية للشخصيات التي ساهمت في ترقية ودعم هذه الرياضة التراثية العريقة ببلادنا. يعتبر ميناء وادي بو المستقل الدعامة الأساسية للتنمية مدينة وادي بو في مجالات الصيد والتجارة والنقل البحرية، وقد عمدت سلطة منطقة وادي بو إلى تطويره وعصرنته وتحسين ظروف الاستغلال من أجل زيادة العرض وتنشيط الدورة الاقتصادية أسوة بما عرفته مدن أخرى. مواكبة لنمو منطقة وادي بو وتسهيل الحركة التجارية فيها وهي تتحول إلى قطب استثماري، بات لزاما تطوير وعصرنة الموانئ القائمة وبناء منشآت جديدة من أجل زيادة العرض وتنشيط الدورة الاقتصادية.
وهكذا عرف ميناء واديب المستقل الذي يشكل دعامة حيوية وشريانا نابضا في التنمية الاقتصادية، تطورا مستديما تدفعه الرغبة في الاستجابة للضروريات والحاجيات التي يحتاجها مستخدم الميناء. وفي هذا الإطار تم إنجاز توسعة ميناء واديب المستقل حتى يكون قادرا على استقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة من البضائع الواردة إلى الأسواق الوطنية، فضلا عن تذمين الصادرات البحرية. عندنا ثلاث موانئ، اللي هو اللي للصيد اللي وقف احنا عليه ضرك، والثاني المرفأ التجاري، والأخر التوسعة اللي وعدلة تجديدا واللي دور ساعدنا في احتواء ذلك إن شاء الله الكم اللي نزاد به الاقتصاد الوطني، سواء صيد وسواء تجارة أخرى عامة. الميناء عنده شباك الموحد، معناه الزبون عادي يعرف هو يصد من أين، عادي يكلم معاه في بليدة واحدة، يقبل فيها الأخبار ويقبل فيها الفاتورة ويخلص فيها وينطلص فيها وتوقف باخرته ويعدل له ذاك اللي جاي يدور في بلد واحد، نقطة واحدة، وإذا كان من أمه يحضر المرفأ مباشرة. ولتحسين ظروف الاستغلال داخل الميناء تم ترميم الشبكة الطرقية وكذا توسعة ودعم الإنارة العمومية. وفي سبيل تسهيل إجراءات المستخدمين مع الميناء تم افتتاح شباك موحد يضم جميع المصالح ذات الصلة. ومن شأن التحسينات التي تمت في ميناء واديب المستقل أن تعزز من حركيته ونشاطه وجاذبيته من خلال تعزيز صادرات البلاد المختلفة. احتضن مركز المعرفة بمدينة واديب مساء أمس إطلاق نشاط تكويني منظم من طرف حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل، تحت عنوان بالتكوين الفعال نطور الأداء ونحقق الريادة، لصالح أطره وقياداته القاعدية والمركزية في ولايات واديب، تير الزمور، أدرار وإنشيرية. وخلال هذا اللقاء الذي تم بحضور قيادة الحزب، تحدث المتدخلون عن أهدافه المتمثلة في تمكين أطره والفاعلين في هيئاته القاعدية من المعارف والمهارات الضرورية لتأدية رسالة الحزب وترسيخ الالتزام الحزبي وتكريس الخيار الديمقراطي. رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل السيد محمد جميل بن منصور أكد أن هذا اللقاء يهدف إلى تفعيل البناء التنظيمي للحزب. بدأ هذه السلسلة من التكوينات قصد أن يكون أعضاء الحزب ومنتسبوه في مستوى متقارب من استيعاب أطروحاتي من القدرة على التعبير عنها. أكثر من ذلك، تهدف هذه الملتقيات إلى أن تكون منبراً ومجالاً للتفاعل مع الإخوة والأخوات أعضاء الحزب في مختلف المناطق والولايات. نحن اليوم بعد منطقة الشرق التي نظم فيها الملتقى الأول في مدينة العيون، يأتي هذا الملتقى في الشمال، وللشمال عاصمة، وللشمال جوهرة، وللشمال حارسة، وللشمال كريمة. أما عاصمته فنواذيب، وأما جوهرته فأطار وولايتها أدرار، وأما حارسته فالزويرات وولايتها تير الزمور، وأما كريمته فولاية الشيري بعاصمتها أبجوجل. نهاية النشرة. التذكير بالعناوين: الوزير الأول يشرف على تدشين العديد من المنشآت التعليمية والصحية بتجمع صبها الله بولاية غورغول. ولاية أدرار تضع اللمسات الأخيرة على الاستعدادات الجارية لاستقبال رئيس الجمهورية. المجلس الأعلى للشباب ينظم ملتقى تحسيسيا لشرح آليات الترشح لجمعيته العامة على مستوى ولايات وأشوط الثلاثة. أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء.